اهلا وسهلا من جديد. اللي معنا على الابلكيشن عم يشوف صور لملابس ترند كتير بها الموسم، خبير المظهر كريستال لوم ضيفي بها الاثناء معنا صوت وصوره. اكيد رح نشوف معه الترندز شو الدارج بعالم الجلد تحديدا. اهلا وسهلا بكريس. صباح الخير. صباح النور. يا هلا جيسي. اليوم حبيت أحكي تحديداً عن الجلد وتحديداً عن الملابس يلي مصنوعة من فابريك الجلد، وأحكي عن كل ترند فيهم. نعم. قديش الجلد دارج هيدا الموسم، يعني بلشنا نشوف الجلد عم بفوت بكل سيزن شوي، يعني بلشنا نشوف من 3 سنين البنطلونات، بعدين طبعا من قبل الجاكيتات موجودين يلي هن الجاكيتات العادية، ولكن السنة عم نشوف انه الجلد دارج بكل الطرق. نعم. يعني دارج كبدلة، دارج كجاكات رسمية، دارج كبنطلون، ومثل ما عم نشوف بأول صورة هلأ لح منشوف بأول صورة بدلة كاملة من الجلد. حلو. القصة تبع البنطلون هي القصة الدارجة اللي هو الهاي ويست مع الوايد لاج، يعني الخط العالي مع الإجرين الواسعين. والجاكات عم بتكون كمان من نفس النوع، يعني هي بدلة. بتاني صورة عم نشوف كيف ملبوس بشكل سمارت كاجوال، يعني البدلة ملبوسة مع طف عادية. وطالعين خرج طلعة نهار، يعني هيدا اللوك بنقدر نلبسه على شغل، بنقدر نلبسه على أي نوع من الطلعات. البدلة الجلد كريس وهو إيه؟ البدلة لوين بتنلبس؟ البدلة الجلد تقدر تنلبس حاليا نحن يعني كترند، إذا بدنا نحكي ترند نقدر نلبسها بحي على محل. نعم. نقدر نلبسها على الشغل، نقدر نلبسها على مناسبة، نقدر نلبسها على عشاء، على طلعة، حتى هلأ على طلعات خفيفة. أوكي. يعني عم نحكي كمول ولا كأي نوع من الطلعات الخفيفة، ممكن نلبس البنطلون الجلد، جاكات البليزر الجلد مع طوب، ومنحط لها بالت ومنعمل لها ستايل. بتاني صورة عم نشوف، لأنه هلأ موسم الشتوية، هيدا اللوك اللي كتير درجة اللي هو البوتس والمانتو الجلد من نفس اللون. نعم. يعني يكونوا بنفس اللون مثل بعضهم، بينلبس بهذا الشكل، وتحته ممكن نلبس أي شيء خفيف. طبعا اللوك بيكون ترندي ومنكون على الموضة، ومنكون يعني عم نصيب الموضة 100%، وخاصة هيدا اللون بالذات الجسدي. البن اللي شفناه قبل بالصورة اللي نعم. قبلها بالبدلة، هيدول البن الفاتح والبن الغامق، وهيدا اللون البرغندي، هيدول الألوان كتير 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 دارجين. يعني شوي منبتعد عن الأسود ومنركز على هيدول الألوان كترند لل 2020-2021. نعم. بالتالي الصورة عم نشوف من الفاشن شو، يعني البدلة يلي هي تنورة جلد مع البوت الجلد والبليزر، ثلاثتهم من نفس درجة اللون. هلأ ممكن اللوك يكون شوي جريء شوي زيادة عن اللزوم، ولكن مش غلط إذا عرفنا لوين عم نلبس. يعني إذا كان عنا عشاء بطلعة بمحل معين، ممكن نلبس هذا النوع من اللوك من اللوك ونكتره مثلا بحزام، نحط بالت غير لون، أو بالأكسسوريز طبعا بنشتغل كرمال نغير باللوك تبعنا. نعم. رابع صورة عم نشوفها جيسي اللي هو فساتين الجلد. منشوف كمان السنة أنه الترند كتير يعني مخصص سنين فساتين الجلد، والفساتين يلي هي الدارج، يعني اللي كنا حكينا عنها قبل انه دارج الفيكتوريان شولدرز، الاكتاف الشوي الفضفاضه، الاكمام يلي فيها اكسترا فابريك، عم نشوفهم ولكن على الجلد. هلا نصيحتي للي عم يلحقوا هيدا الموضه انه ننتبه كيف عم نلبسهم. يعني اذا عنا اكسترا فوليوم بكتافنا او كتافنا كثير عراض، نبتعد عن هيدا اللوك لانه بيعطينا فوليوم زياده، طبعا ما حدا بده نعم يعرض كتير، يعني كلنا صح. بدنا نكون أنعم اللوك تبعنا صح 100%. بخامس صورة جلسة عم نشوف الكاجوال اللوك يلي ممكن يلي هو مع إيمان الجلد، واللي ممكن نلبسه بحيالة محل. يعني هيدا اللوك ممكن يكون فيه بالشغل، ممكن يكون فيه بميتنج عمل، ممكن يكون فيه بأي طلعة عادية بتتعلق بالشغل. عم نكون ترندي، عم نكون لابسين الجلد، وعم نكون على الموضة. نعم. ومنلاحظ الألوان جاسي دايما مرتكزة على هالبن نيل كامل والبرغندي كولر. نعم. طبعا الأسود it's all the time، يعني دارج it's the basic color. نعم.